Continue straight, then continue straight. والمساخيط هزوا عمدكم يغرق لكم الشقف، تهز عمودك تهز. الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم. هذه التي تشاهدونها الطرق السيارة في إسطنبول، يعني الأوتوروت كما قلت لكم. إسطنبول راه كبيرة بزاف، هانتوما كتشوفوا البنية التحتية والجمالية ديالها والنظام والانتظام إلى آخره. كما قلت لكم في شريط سابق أنها ملي كتكون غادي ما كتلقاش في الخرجات ديال الأوتوروت أو البياج مثلا المخزن والجدار مياه ولا البوليس ولا الديوانة، لا هذاك الشيء ما كاينش مرة. واسقوعة هزوا عمدكم وعصيكم، راه البتار دايز، تا هز عمودك يغرق لك الشقف، تا هز. ويني ولد الصقعة هذا، باغي نفرش خو هذا ولا مال، يعطيك غبارة. طيب الحال كيكونوا صحاب الرادار على السرعه وداك الشيء مره الى اخره، هذه مساله مفروغ منها، ولكن باش يوقفك المخزن وبدا يبقشش فيك ويقلف فيك ولا هذه بدون مبرر فما كايناش، واللي كيعس على الاخطاء باش ترتكبها ويقبسك ويشدك ما كايناش. هذه اللي كتشوفوا دابا، انا خرجت من الاوتوروت من طريق السيار، هذه راه الباديه الجبل العروبيه، هي هذه طريق وطنية في العروبية. هذه الطيارة راه غادية نازلة في مطار إسطنبول الدولي، وهو من أكبر المطارات. شيده رجب طيب أردوغان وما سماش على سميزو، سماه مطار إسطنبول الدولي. ناضوا العلمانيين وكيحيحوا كيقولوا له علاش ما سميتيش باسم أتاتورك. مشكلة صح مع بني قرويد، على أي راه غادية تحط. انا واقف هنا دابا، شوف هاد راه البويزات ديال الكلاب فين ينعسوا في الخلا. ها هي الطياره جايه حاطه في مطار اسطنبول الدولي، ماشي الاتجاه غتحط، والنهايه هي البحر الاسود، وملي كيبغيو يطيروا كيطيروا في وجه البحر الاسود من طبيعه الحال اللي كيطل على اوكرانيا. راه هو البحر الاسود كيبان بعيد من المطار من الهند، وهكذا. دابا انا كنسكن هنا حدا المطار في هذه الايام المتبقيه لنا في اسطنبول الجميله. اسطنبول كبيره بزاف، هي بحد ذاتها دوله. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم